أرقام مفزعة عن استغلال الجماعات المتطرفة للفتيات. في المناطق التي تشهد نشاطاً للمتطرفين، فإن الفتيات يمثلن 3 من كل 4 أطفال يقعن ضحايا للإتجار بالبشر. فالجماعات المتطرفة تستهدفهن على نحو متزايد، ويشمل ذلك الإتجار بالفتيات للحصول على الأموال أو استخدامهن لاستقطاب المقاتلين من الدول المختلفة. تروي المختطفات لدى التنظيمات الإرهابية كبوكو حرام وداعش قصصاً مروعة عن الإتجار بهن وبيعهن مقابل المال. تشاوا داعش جيروكتشكا دفروتن زاروكو ودايكا جهفدو قدكرن ميراد برن دكشتن. وتقدر الأمم المتحدة المبالغ التي حصل عليها تنظيم داعش من المتاجرة بالفتيات إلى ما بين 35 مليون و 45 مليون دولار في عام 2013 فقط. وفي 2014 اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية أكثر من 270 طالبة، باعت بعضهن وأجبرت أخريات على الزواج قصراً من المتطرفين أو القيام بعمليات انتحارية. سكان حينا لا يفهمون أنني لم أذهب بنفسي إلى بوكو حرام وأنهم ساقوني إلى هناك بالقوة. خطفوا النساء واقتادونا إلى مبنى بعيد عن المدينة وعلمونا كيف نمضي لقتل الناس. قالوا لنا إن كنتن ستقتلن الناس فستذهبن إلى الجنة. من ينجحن في الفرار من قبضة المتطرفين يتعرضن أيضاً للاستغلال في مخيمات اللجوء، حيث يواجهن مخاطر شتى أبرزها الزواج القسري أو الحرمان من أبسط الحقوق كالتعليم. استغلال الفتيات من قبل المتطرفين يحتم على الحكومات ليس فقط تجريم الإتجار بالبشر والعنف الجنسي والزواج القسري، وإنما اعتبار كل أشكال استغلال الفتيات من مهددات الأمن الدولي.